عندما نتحدث عن الجزائر ومصر نقول توريد الغاز، ويقولون بأنه توريد الغاز نحو مصر يعني يتجه فيما بعد إلى إسرائيل. إزاي بس يعني؟ إزاي؟ لا أنت النهاردة معلش يعني بالمنطق يعني أنا دايما أحب أن أنا أستخدم الفكر قبل ما أنشر ده. أنا النهاردة مصر بتنتج الغاز الطبيعي، إنتاجها لا يكفيها بالكامل. احنا عندنا نوعين من الغاز بنستورده من الجزائر، بنستورد LNG اللي هو الغاز المسال عشان الاستكمال اعمال التنميه عندنا، وبنستخدم كميه من البوتاجاز اللي هو بيستخدموه غالبيه المصريين اللي لسه لم تصلهم الشبكه الوطنيه للغاز الطبيعي. فاغلب انواع الغاز اللي بنستوردها من الجزائر هي غاز البوتاجاز. نوعيه الغاز المستخدم في اسرائيل غاز طبيعي ولا تحتاج البوتاجاز. وعندها اسرائيل عندها كميات كبيره جدا من الغاز اكتشفت في البحر المتوسط لا تحتاج لا لمصر ولا للجزائر ولا لاي حد مننا. واحنا اساسا موقوف تصدير الغاز لاسرائيل من ايام من سنوات طويله جدا. والغاز اللي كان بيصدر هو الغاز المصري اللي موجود جزء كبير جدا منه في حقول سيناء، وكان بيصدر للاردن اساسا وليس اسرائيل بالضروره، يعني كان بيصدر لدولتين لان هم على خط واحد. اما الغاز اللي احنا بنستورده من اسرائيل فبيجي فيه بيعبأ فيه انابيب. وهذه الانابيب بتطرح للسكان المصريين من متوسطي الدخل او الاقل من المتوسط. بنستورده من الجزائر، هو غاز البوتاجاز. حاليا في عمليه تطوير كامل للشبكه الوطنيه بحيث انها توصل لاغلب المناطق موجوده في مصر. الغاز الطبيعي اللي اكتشف هو ده اللي هيغطي الاحتياجات المصريه سواء للمنازل الاستخدامات المنزليه او للاستخدامات الخاصه بالصناعه. هذه الإشاعة مخصوص لضرب العلاقات لكن أخذت بعد يعني أخذت بعد خاصة هي في مواقع التواصل الاجتماعي كان في حديث طويل جدا يعني وجدل كبير يعني. ما هو النهاردة اللي بيتواصل في احترامي الكامل لكل اللي بيتعاملوا من خلال الفيسبوك وما شابه هو جايب معلوماته منين؟ جايبها من الجرايد والجرايد تقول في أنه عندها مش من جرايد مصادر من جريدة معينة من جريدة والجريدة مش تقول كل في أنه عندها مصادر مع احترامي يعني لا مع احترامي يعني